السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم سالت أجواء غير مستقرة في عموم المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة كنتيجة لاستمرار تدفق المزيد من التيارات الرطبة من بحر العرب باتجاه جنوب الجزيرة العربية خلال الساعات القادمة، وأيضا خلال الأيام القادمة يتوقع أن تستمر هذه الأحوال الجوية غير المستقرة في جنوب المملكة. تفاصيل أكثر نستعرضها في هذه النشرة، لكن لا بأس أن نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم. انتشرت كميات كبيرة من الغيوم على ارتفاعات مختلفة في عموم جنوب المملكة العربية السعودية وأجزاء من المنطقة الوسطى والشرقية. عملت هذه الغيوم على هطول لزخات أمطار رعدية متفرقة بشكل عام، لكن خلال الساعات القادمة تحديدا خلال ساعات العصر والمساء ستعود وتتشكل الغيوم الركامية في مناطق واسعة من جنوب المملكة، وبالتالي تعود الأمطار الغزيرة من جديد. تفاصيل أكثر حول حالة عدم الاستقرار الجوي نستعرضها في هذه الخرائط لتوزيع الأمطار المتوقعة من يوم الخميس وحتى يوم الأحد. يوم الخميس تستمر عموم جنوب الجزيرة العربية وعموم جنوب المملكة العربية السعودية، تحديدا منطقة الربع الخالي، جنوب منطقة الرياض، عموم المنطقة الجنوبية الغربية وأجزاء من المنطقة الغربية تحديدا الجبلية، ستشهد زخات رعدية من الأمطار خلال ساعات الظهيرة والعصر والمساء. تتراجع قليلا شدة هذه الهطولات المطرية خلال ساعات ليلة الخميس على الجمعة مع استمرار هنا فوق منطقة نجران، على أن تعود التشكلات الرعدية مجددا خلال ساعات ظهيرة وعصر يوم الجمعة في المنطقة الجنوبية الغربية، ويتكرر نفس الشيء خلال يوم السبت، أي تعود التشكلات الرعدية خلال ساعات العصر والمساء فوق المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من منطقة نجران وأيضا أقصى جنوب المملكة. هذه الأجواء أيضا ستستمر يوم الأحد بإذن الله، لكن مع تراجع تراجع في شمولية هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال بداية الأسبوع القادم واقتصارها على المنطقة الجنوبية الغربية. ننتقل الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لفترة السحور، حيث يكون الطقس صافي 26 درجة مئوية، الملموسة 25، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون ممتاز بشكل عام. التوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة، يوم الجمعة 37 إلى 26 مع طقس مستقر وصافي، نفس الأجواء يوم السبت مع 37 و 26 درجة مئوية، يوم الأحد ترتفع قليلا لتسجل 38 درجة مئوية مع فرصة لبعض زخات الأمطار الخفيفة، أما الصغرى ترتفع لتسجل 27 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.